نبقى في اليمن، حيث أثرت ظروف الحرب على سير الموسم الدراسي الجديد، واضطرت مدارس صنعاء لاستقبال مئات الطلبة النازحين من المحافظات التي تستمر فيها المواجهات والعمليات العسكرية. خليل القهري والتفاصيل. العام الدراسي بدأ في ظل وضع أمني واقتصادي غير مستقر. المئات من الطلبة نزحوا إلى صنعاء للالتحاق بمدارسها مع استمرار التدهور الأمني في محافظاتهم. هؤلاء الطلبة يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة تترك آثارا سلبية على حياتهم العلمية. احنا طالبات من مدارس تعز، أتينا هي نزحنا إلى هنا بسبب الأوضاع والحرب. مسؤول المدارس يحاولون التعاطي مع الطلبة النازحين بمزيد من التسهيلات لترتيب أوضاعهم، خاصة وأن كثيرا منهم لم يتمكنوا حتى من استخراج وثائقهم في المحافظات المضطربة. وثائقنا لم نستطع أن نخرجها من المدارس لأنها مغلقة كاملة. بخصوص الناجحات وفرنا لهم مكان، بعضهم طلبنا من البنات اللي مع حالة زي حقها مثلا صغر عليها وعادين كويسات، نوفر لهم زي، نوفر هذا اللي نقدر نعمل عليه لهم، والكتب وكله موفر إن شاء الله. وفي كل الأحوال فإنه رغم استهلال الدراسة إلا أن هناك محافظات ما تزال مدارسها مغلقة بسبب استمرار الحرب. خليل القاهري، التلفزيون العربي، صنعاء.